حساكي اكثر سلاما اكثر هدوءا، ايه سر الهدوء؟ هل ده معناه ان انت زهقتي من الخناق والمناوشات والاختلافات وبداتي فعلا صفحه جديده مع نفسك وعايزه تركزي مع الفن اكتر؟ لا ابدا، انا طول عمري هاديه، واللي بيعرفني بيعرفني طول عمري عندي سلام. حتى لما حكيت من قبل ولا مره حكيت بانفعال ولا مره هاجمت، وعمري ما تخانقت. يعني دائما انا كنت متلقي ماني مبادر، كنت ردت فعل اكثر من فعل، فهو هي شخصيتي بالعموم. ويمكن كمان سبب اخر انه نحن تعبنا، يعني السوريين تعبوا، هو ده السبب. السبب الثاني بس انا قصدي انه الاول، يعني هو انا هيك عاده، يعني هي شخصيتي. السبب الثاني انه تعبنا وخلص، يعني غير اشياء كثير قد تكون بالشخصيه يعني لها علاقه بحياه. يعني